شو بتقول ان شاء الله لخولة نوصلها ولا لا؟ باذن الله باذن الله ان شاء الله تعاود تروح للجزائر ان شاء الله وتتزوج بجزائرية. راسي والله حبيبي طاق سنطينا، وهذا هو يعني ندعي دعاء مستجاب باذن الله ان شاء الله يعطولك فيزا ان شاء الله نتزوج حاج ورطمتنا ها وتتزوج باذن الله. هذا اخونا بالجزائر، كان صار لك كم اخونا الجزائري كم سنه هو؟ عندي سنتين ونصف في اليونان ومكان لي ما منزل لني مكاش والله صح. رانا في الشارع والله. بدون شيء الحمد لله. ما يعطوا حقوق الجزائريين ولا ما يعطوا اخوات القحبه؟ يعني نقول لك تشوف رانا بزنس بتعمل بهذا. برافو دريفي جالك زبون شارج ماي فريند ان شاء الله. الله يفتح عليك يا رب اخوي. الله يا